السلام الله عليكم أصدقائي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنحاول أننا نديروا الحلقة الرابعة، إذا كنتمنى أنكم تديروا تعليقات وتعطيونا الوقت اللي غادي نديروا فيه لايف باش نبداو الحلقة ونتمتعوا جميع. إذا كنتسناكم في التعليقات ديالكم باش تردوا عليا إن شاء الله قبل 12 ديال العشية. السلام عليكم.